الدعم في الحقيقه كان ياسر رزق كبير، بس طول حياتي كان قوي جدا. يعني هو شق انساني ده، علاقه الحقيقه قويه جدا جدا الحقيقه. اسمحوا لي ايضا كمان ان انا اقول المقترحات اللي حضرتك قلتها طبعا احنا هنبدا فيها وننفذها، بس احنا محتاجين شراكه مع مجموعه كبيره الحقيقه، لان هيبقى فيها يعني كل واحد هيبقى له دور مهم جدا، وفكره الترجمه اهم شيء. واحنا كان ياسر النهارده يعني كان بيقول يوم الندوه لازم اشوف الترجمه مع بالفعل يا فندم احنا يعني بدانا هذه الخطوه عمليا